بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجازيكم بخير. لما زيدوا شويه للامام كاين بعض الاخوان ديالكم راهم مراول على الشتاء تفسحوا يفسح الله لكم. الله يجازيكم بخير. موضوع خطبتي اليوم احدى سوءاتك يا مقداد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة أزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي، أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل، وأخذنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. فأخذنا نحتلب اللبن، يشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي من الليل فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي فيشرب نصيبه. هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحد الليالي يقول المقداد: جاءني شيطاني فقال: يا مقداد، يعني كيوسوس ليه، يا مقداد اشرب هذا النصيب، اشرب نصيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا يأتي أصحابه من الأنصار فيتحفونه ويعطونه، وما تنفع هذه الجرعة. قال: فشربتها، شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما إن وغلت في بطني وعلمت أن لا سبيل إليها، فجاء الشيطان ثانية يندمني ويقول: ويحك ويحك، شربت نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي ولا يجده، فيدعو عليك دعوة فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة غطاء، وعلي شملة إذا وضعتها على رأسي تعرت قدمي، وإذا وضعتها على قدمي تعرى رأسي، وأخذ لا يجيئني نوم. أما صاحباي فقد نام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كعادته،
سلاما لا يوقظ النائم، لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. ثم أتى المسجد فصلى، والمقذان يراقب. ثم جاء إلى نصيبه فلم يجده، فرفع رأسه إلى السماء. قال المقذان: قلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال المقذان: فقمت مسرعا وشددت علي الشملة وأخذت الشفرة وانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن لأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنال بركة هذه الدعوة. فجئت للأسمن فوجدتها حافل ملأ بالحليب في غير وقت الحليب. ثم جئت للأخريات فوجدتهن كلهن حفا، كلهم عبر الحليب. فأخذت إناء عظيما لآل محمد ما كانوا يطمعون يوما أن يحتلبوا فيه، فملأته حتى علته الرغوة. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عامرا مملوءا قال صلى الله عليه وسلم: أشربتم شرابكم الليلة؟ فقال المقداد غير مجيب: يا رسول الله اشرب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ناولني الإناء فقلت: يا رسول الله اشرب، يا رسول الله اشرب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرفت وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي شبع، وأني أصبت دعوته، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، فضحكت حتى ألقيت على الأرض، فضحكت حتى ألقيت على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقدام، إحدى سوآتك يا مقدام. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، فلولا كنت آذنتني فأيقظنا صاحبينا فيصيبان من هذه البركة. قال المقداد: قلت: فوالذي بعثك بالحق لا أبالي إن أصبتها أصبتها من أصابها من الناس. أيها الإخوة الكرام، نحن نأخذ زهرات من بستان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم لنحبه. إذا علمنا ولامسنا ووجدنا أخلاقه أحببناه، وكما أقول دائما: وإذا أحببناه ارتعدت أنوفنا وقلوبنا بل أجسادنا له صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تحب الرجل إلا من خلال أوصافه وأخلاقه. ولهذا صحابة النبي، هؤلاء العماليق، عماليق التاريخ، لماذا أحبوا نبيهم؟ أحبوه لأنه أسر قلوبهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وبدله وعطائه وإيثاره. انظروا معي يا أخوة الكرام، هذا المقداد، والحديث في صحيح مسلم، هذا المقداد، هذا الرجل الفقير بخلق النبي يصبح فارسا من فرسانه، المقداد بن عمرو، أو يقال له المقداد بن الأسود. هذا كان فارس رسول الله يوم بدر، رجل بدري، وحسبك بالبدر شرفا.
أصبح فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا طويلا عريضا ذا بطن مقرور الحاجبين جميلا مليحا رضي الله عنه وأرضاه. قال: أقبلت أنا وصاحبان لي. أنتم كتعرفوا من خلال أحاديث كثيرة والنصوص القرآنية والحديثية حالة وعيش أصحاب النبي، عاشوا على الجوع وعلى الشرف وعلى الحاجة. وكما ذكرت سابقا، فما سر التفافهم حول نبيهم وصبرهم على هذه الحال؟ كيفاش يمكن تهاجر وتبعد من ولادك وتخلي كل شيء وتبع هذا الرجل على الجوع؟ كاين أسرار هنا. هؤلاء الرجال تيقنوا، ملكهم اليقين أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبلت أنا وصاحبان لي كي يموت من الجوع، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل، ما بقيناش كنشوفوه وما بقيناش كنسمعوه من الجهل من الجوع، ما عدناش. وأخذنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منهم من أحد يأخذنا إلى بيته. كيجوا عند هذا، كما شفنا في حديث أبي هريرة، كيجوا عند هذا قول لنا كيشميت كان كيشميت دار والو. وما زهد فيهم أصحاب النبي، لكنهم كذلك محتاجون. هذا اللي كان في تشكيل يقول ما عنديش، هو ما عنده حتى واحد منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأصحابه هو المفزع والملجأ والملاذ والرحمة والواحة في صحراء كل شيء، في صحراء كل حاجة. كانوا يهرعون إليه ساعة الجذب، ملي كتشتى ما كيناش وجفاف كيجيو عنده وهو على المنبر، فيرفع يديه للسماء ويستسقي لهم. يفرون إليه ساعة الحر. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: الرجل الذي اشتهر بالشجاعة، كنا نختبئ ساعة الحرج في الحروب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتونه في أمراضهم، في أسقامهم، في حاجاتهم، كان ملجأهم صلى الله عليه وسلم. قال: فلما لم يأوينا أصحاب النبي قصدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يردهم الحبيب؟ حاشاه. فانطلق بهم إلى أهله وجعلهم أصحاب البيت، ما بقوش ضيفان، ضيوف، قال لهم أنتم أصحاب البيت. فإذا بثلاثة أعنز، يعني أنثى الماعز، ثلاثة. فقال لهم: احتلبوا اللبن وأقسموه بينهم، أنا واحد منكم، هو صاحب البيت، حلبوا خلوا لي حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في شؤون المسلمين. تجد عند أبي بكر وعمر يخططون لأمر الدولة المسلمة ولأمر المسلمين وللمدينة، فيأتي متأخرا. قال المقداد: فكنا نحتلم، كنحلم كل واحد يشرب النصيب ديالو، كنخلي سيدنا محمد النصيب ديالو. من آدابه صلى الله عليه وسلم ومن عالي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، كنعرفوا الإنسان اللي يكون في البيت ديالو يكون ناصر في بيته، فيأتي ليلا وقد يظنهم نيام، فيسلم تسليما خفيفا جدا. وليست هذه عادة الكبراء. الكبراء إذا دخلوا أشعلوا النيران وأضاءوا البيوت وجاءوا بجلبة وسخر، جاءوا خصهم ناس عفوا، جاءوا ناس تقوم لهم وناس تسخر لهم وناس تمد لهم، لا. فيسلم تسليما يسمعه اليقظان شوية مخافض ولا يوقظ النائم، وهذا خلق احنا محتاجين له يوميا في بيوتنا. يأتي الرجل متأخرا فيقوم بجلبة داخل البيت
يوقد الصبي ويوقد الطفل ويوقد المرأة، وهذا من سوء الخلق. علينا أن نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث طويل كتقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب رويدا رويدا، ووضع حذاءه رويدا رويدا، ووضع فراشه رويدا 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 رويدا، ما يفيق الآخر. هذه من أعظم الأخلاق التي فقدت في كل الناس إلا من رحم الله. فدخل النبي، كان يدخل ويسلم ويأخذ نصيبه، يصلي المسجد، يصلي صلاة خفيفة ثم يأخذ شرابه. قال المقداد: ففي إحدى الليالي جاءني شيطاني وسوزي الشيطان، والشيطان صعب، أساليبه كثيرة، والله عز وجل أمر أن نحضر خطواته ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فجاءه فلبس عليه وقال له: محمد يكون عند الأنصار فيتحفونه ويعطونه، ما تنفع هذه الجرعة؟ شو ردي لي الجريمة هذه الجرعة؟ شو ردي لي؟ شربها أنت ادفع بها. قال: فلا زال علي الشيطان حتى شربتها، فلما توغلت في بطني. أسلم الشيطان يفتح لك واحد الباب ديال الشر ويصور لك ديال الخير، وما إن تزل قدمك إلا ويندمك ليقنطك من رحمة الله فتهلك. فقال: فما أن وغلت في بطني حتى ندمني وقال لي: ويحك ويحك، شربت جرعة النبي، وقد يأتي ولا قد يجيء ولا يجد شيئا فيدعو عليك فتهلك وتذهب دنياك وأخراك. والناس في جوع، قالوا: علي شملة، حد الغطاء، إذا غطيت به راسي تعرّوا رجليها، ولا غطيت رجلي تعرّوا راسي. وأخذ لا يجيء لنوم، ما كاينش النوم. أما صاحبي فنام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إخواني الله يجزيكم بخير، خذكم في الشتاء زيدوا شوية واختصوا إن شاء الله الخطوبة وتخليكم شيء. الله يجزيكم بخير، من فسح لأخيه فسح الله له في بيته وقلبه ورزقه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت، وكان صلى الله عليه وسلم جائعا، فسلم كما كان يسلم، ثم جاء إلى نصيبه فكشف الغطاء فلم يجده. تصوروا معي معاشر الفضلاء، رجل عاد إلى بيته جائعا فلم يجد شرابا ولا طعاما، ماذا يكون رد فعله وهو في بيته والأعنز له والحليب له؟ فلما لم يجد ذلك رفع رأسه إلى السماء فقال المقداد: الآن أهلك، الآن يدعو الله، يدعو النبي عليه. فهل دعا عليه؟ أخلاق لي سيدنا محمد. قال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. فقام المقداد هذا الصحابي المملوء يقين باستجابة الله عز وجل لنبيه، قال: فشددت علي الشملة، جمعت حويجي وأخذت الشفرة، خذيت الموسى وتميت غادي كنقلب عن أيهن أسمن، هذوك الأعنوج شوف الاسمين قدمها النبي باش نصادف الدعوة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المفاجأة الكبيرة التي فوجئ بها الرجل أن الأعنوج حلبت، تحلبت، ما يمكنش تحلب جوج مرات في اليوم. فلما ذهب للسمينة وجدها حافلة ملآ بالحليب، الله أكبر. ثم انطلق إلى الأخريات فوجدهن كلهن حفل، كلهم عظيمين. قال: فعمدت إلى إناء عظيم لم يخطر ولم يطمع آل محمد يوما أن يحلبوا فيه. ملي شاف هذاك الخير مشى لواحد الإناء كبير جدا، ما عمر زوجة النبي كانوا كيحلموا يحلبوا فيه لأنه كبير، ما يمكنش يجي الحليب. قال: فحلبت، فامتلأ الإناء حتى علته الرغوة. ذكر ملي كتلوي الرغوة الفوق صافي،
ثم قدمته إلى النبي. انظروا معاشر الإخوة الكرام لهذا النبي، ما أخذ الحليب مباشرة، اللبن والحليب، وشربه مباشرة، بل سأل هذا الحليب الكثير يمكن ما شربوش هذا الضيوف ديالي، قال أشربتم شرابكم الليلة؟ أنتم ما عودش شربتم؟ فلم يجيبه المقداد حتى لا يكذب، قال قلت اشرب يا رسول الله، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناوله الإناء قال شربت؟ قال قلت اشرب يا رسول الله. قال فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم روي، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم شبع، وقد أصبت دعوته أو أصابتني دعوته، ضحكت ضحكا شديدا حتى ألقيت على الأرض. هذا الضحك ديال يضحك يضحك حتى الضحك. ففطن النبي، والنبي لا يعلم الغيب. قال إحدى سوآتك يا مقداد، هذوك اللي يقول الحيال وذوك الفعيل اللي كدير، هذه وحده منهم، وهي المقداد سابق داير اللي يقول إحدى سوآتك يا مقداد، درتي شي حاجه. فقال له مقداد يا رسول الله والله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، هكين وهكين وهكين وهكين. شوفوا معي تيم باش غيدير صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا بركة من الله. هذا الحليب اللي جاء ماشي حليب عادي، هذا خاص، هذا فيه الخير، فيه شي حاجة اللي ما كاينش في الحليب الآخر. هذه ما هذه إلا بركة من الله، ألا كنت آمنتني فنوقد صاحبينا فيصيباني من هذه البركة. شوف النبي كيف هذه، هذه بركة جات، أنتم شربتوا حليب، الله يعاونكم، ما كاين مشكل، الله يسامحكم، الله يتقبل منكم، ما قلنا والو، ولكن الله جابك البركة، ثاني ما تاخذهاش بوحدك أنت وأنا وياك، كلنا ودنا نفسك اللي ناعسين أنت وما تصير البركة. هل في الوجود رجل كهذا؟ يضيع حقه ويعطيه، وهذا مما جرأ عليه السفهاء فيقول له أنا أعلم أنك لا تجزي بالسيئة الحسنة، بالحسنة بالسيئة السيئة، وإنما تجزي بالحسنة بالسيئة الحسنة، هكذا كان سيدنا محمد كيديروا فيه السيئة وكيدير الحسنة. ألا كنت آذنتني فنوقد صاحبينا فيصيبان من هذه البركة. فقال المقداد محتجا والذي بعثك بالحق، الخير هذا لا تنافس في الخيرات، والذي بعثك بالحق ما أبالي إن أصبت منها وأصبت منها أن يصيب منها أي إنسان، كم من هذه البركة ديال السماء نأخذ منها. انظروا معاشر الصالحين، والله الذي يجعل الجفاء بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم به ومعرفته. وقد أخرج ابن الحاكم في مستدركه، والحديث على شرط الشيخين البخاري ومسلم، من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل أيامكم، من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هذا اليوم فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال الصحابة يا رسول الله كيف تعرض عليك صلواتنا وقد أرمت، أي بليت في القبر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، نحاول الله يزيدكم مجموعين باش ما نبقوش هكا نهضروا، حاولوا مجموعين. يوم الجمعة، في أي يوم الجمعة نتعلموا ندربوا، في أي يوم الجمعة أن نجعلها دقائق معدودة، لا أقول ساعة، 10 دقائق، 15 دقيقة، أن نخصها للصلاة على رسول الله. فإن صلاتنا تعرض عليه في قبره، ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. قال الصحابة يا رسول الله كيف تسمع الصلاة ديالنا وانت بليتي كلتك الأرض ما بقى فيك والو؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم على الصحابة أجمعين وخصوص الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمدا الثالث نصرا تعز به الدين. اللهم هيئ الأمير بطالة خير تعينه على أمر دينه ودنياه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.